كان خرج مساور جلي كيولي والنور سيول معاك انا واحد ذكره واحد ما بده ما قد شاني وكنشوف ولادي غادي يخرجوا متسربين وما بغيت نشكرهم دابا شوفوا في وجه الله اللي وجه الله انا كنطلبكم اللي وجه الله انا هادشي درتو غير حسب ولادي خصني نضرب عليهم الولاد ما يضيعوا قلت لهم مسلم لا حيت ماشي ديالي ومعروف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي جريدة صوت العدالة حياكم الله إذا ما كنتم داخل وخارج أرض الوطن اليوم حنا مدينة فاس العاصمة العلمية مع با محمد الساكوتي با محمد هاد الحالة الإنسانية اللي دوز الحقرة اللي دوز السجن اللي دوز المصائب ديال الحياة والعلوة ما أدرك ما بعد ما قضى هاد العقوبة السجنية خرج للحياة فإذا به كيلقى الأب ديالو والأم ديالو مشاو عند الله لقى راسو في وسط الشارع لقى راسو ضحية ما لقاش الناس اللي يعاونوه ويسندوه حنا غادي نحاولوا نتقربوا لبو محمد وغادي يعطيو لي يقربكم أكثر بو محمد مساء الخير مساء الخير أولدي اتصلتوا بجريدة صوت العدالة وثبت النداء وجات لعندكم الحي ديالكم حاول تقولنا شكون هو بو محمد الساكوتي فوق محمد الساكوتي إنسان يعني إنسان بسيط ومن عائلة فقيرة ولد فاس وخارق في العاصمة العامية ديال 12 سنة خرجوا منها ملوك علماء نعم ودابا انا كنلقى راسي في الشارع والذنب ديالي هو كان وقع لي واحد المشكل انايا وصدقت يعني كان فيه القتل القتل خطا في 30 سنة ديال السجن اذا انت دوزتي 30 سنة ديال السجن على قضية ديال القتل الخطا ديال القتل الخطا اه ومني خرجت كنلقى الام ديالي ماتت الاب ديالي مات بقات لي غير اخت وحده بقات لي داك الاخت مني مشيت لعندها محل لي الزوج ديالها ما اعترفش بيا عطاوني واحد الكاسات كنت كنبات في السطح من بعد كنبات في السطح وهادي يعني حتى داك الجيران بحال لي كتقلقوا كينوضوا بكري يعني ينشروا هادي اضطريت قلت لها اختي قالت لي خذ راحتك مشيت كنخرج للشارع كنعس في الشارع ما عندي صنعه ما عندي حتى شي حاجه بو محمد شحال السن ديالك دابا دابا السن ديالي انا في شهر 4 قول عندي 64 سنه 64 سنه ومازال كطمح انك تشتغل مازال كطمح انك كنطمح باي حاجه الا كانت بحال دابا شي عمل يعني شريف شريف راه نقدر الا كان شي عمل من غير شريف راه ما غاديش نقدر من خلال الدردشه غتحاول تقربنا اكثر من المشاهدين والمتابعين ديال صوت العداله انك باش خرجتي لقيتي راسك عرضه في الشارع عرضه في الشارع من ما قبلش الزوج ديال الاخت ديالك اه ما قبلنيش تناو عليا خرجت لعبت في الشارع كان واحد الليله وكيجي واحد فين كنتي كتبات با محمد كنت كنبات سيدي كنت كنبات غير في الشارع في سيدي بوجيده فين ما كانت شي جرده كان شي كنعس فيها شي وحدين جالس كان ما حسيتش انا بالراس ديالي ما حسيتش هذه حتى كنلقى معوق لولا الحكومة عيطوا لها بيلانس وهادي أنا معوقة هي من يديا ما كنطويهاش كاع بصفة نهائية ضربوني حتى لهنا العين ديالي لحد الآن دابا مازال كدمع وكنشري لها الدواء وإذا به مني قلت أنا كيفاش يعني أنا كنعس في الشارع هادي جات راه ديما غيوقع لي بحال هكا كنمشي للغار ديال الماشينة راه دايرين في واحد البيوت إلا كانوا الخدامة بحال دابا غيصلحوا شي حاجة وكانت الماشينة جاية ولا التران كيدخلوا لذاك البيوت أنا اتخذته كمقر فيه كنعس فيه كناكل بحكم انك ما عندكش فين تمشي ما عنديش ما عنديش فين نمشي وثبت وما خصنيش يعني نجلس في الشارع ولا شي حاجه كيما ودابا انا اللي الحاجه اللي بقات فيا خوتي مسلمين وكنشد على الناس وقلوب الرحمه يشوفوا من حالي وحال هاد الوليدات هاد الوليدات هادي عندي 4 ديال الوليدات الاول في عمره 7 سنين هبه في عمرها سمحي نقطعك بو محمد من خلال الدردشه كنت قلت لنا بانك تعرفت على واحد السيده هي اللي قالت انها بغات هني جايك يعني اي باش عاد نوصل للوليدات اي واحد السيده مسكينه شافتني واحد السيد شافني كما كمشرد يعني لقانا ومن عنده زوجنا ومن عنده هذه هي هذيك صافي بقيت مجوج بها فاذا بي كنخدم انا كنت كنخدم في ستالاسيون حارس السيارات اه حارس ديال السيارات داك الضربه اللي اثرت دابا عليا هكا في العين ديالي مازال كدمع نشري لها الدواء ما كنشوفش البعد
لا داك السيد قال لي ودابا انت 4 سنين ولا 5 سنين انت معايا ما كتشوف شي شي ما باغي يسرق حتى شي ما غتشوف غتحمل المسؤوليه ولا سيما ان انت كتخرج من السجن خارج من السجن يعني وعرضه ل يعني اي واحد بغى يوجه لي شي تهمه كتثبت عليا وانا ما دايرهاش بصفه نهائيه اضطريت مني مشيت بحالتي كنطرق جميع الابواب ومنهم هاد المؤسسه ديال محمد السادس اللي ندير السجناء كيديوني باليوم غدا اليوم غدا دافع لهم الوثائق داخل النسخه ديال السجل الاعتقالي هنا كاينه في مينسكاس هنا راها في الدكارات نعم مازال ما جاوبوني ما والو اول حاجه قال لي قال جانا واحد يعني واحد القانون جانا باللامول 65 سنه ما غيستافد قال لي انت مازال ما قفلتي 65 سنه غير 64 سنه دابا غادي يجروني كيديوني ويجيبني غادي يجروني شهر 4 غنولي غندخل 65 سنه يعني ما بقيتش كنسال اذا هذه رساله مشاهدينا متابعينا في كل مكان متابعي جريده صوت العداله باش نوصل الصوت ديال با محمد با محمد هو غير واحد المثال ضمن بزاف ديال الامثله اللي عندنا في هذا المغرب با محمد دابا عنده 64 سنه والقانون كيقول في هذه المؤسسه باش يستافد من هذا خاص ما يتعداش 65 سنه فكيفاش هو غادي يقيد جرجر هذا العام وانتم كتشوفوا انتم كتشوفوا انتم مشاهدينا متابعينا على ان با محمد انتم الصور غنيه عن كل تعليق با محمد دابا عنده 64 سنه عنده اسره اب لاربعه ابناء كاري سلام نعم كاري ما كنلقاش من هادي كنخرج الحاجه اللي بقات فيا هي اللي كنخرج انا وولادي هاد الولاد دابا اللي شفتهم نتوما كنخرج كنمشي للمفروري كنمشي يعني البلايص كينقلوا بالرحمه كيعطيو علاش داك ينقلوا بالرحمه وخرج انايا لان باش نخلص ذاك الكرا واللي عز عليا اكثر وبقى فيها وعز عليا وما هاد الولاد ديالي خايف فيهم الولد يخرج منحرف ثلاثه البنات صغار الاول 7 سنين الثانية دابا 5 سنين الثالثة 3 سنين الرابعة غادي يخرجوا للشارع ربما راكم عارفين الشارع شنو هو البنت كنجلسها من هنا وكنقول الولد من هنايا وكنبقى كنسعى باش وما راضيش بداك وما باغيش ولادي يشوفوهم وحتى في المدرسة كيقولوا الولد ديالي مني كنبغي نمشي مورا كيقولوا له باك حمق على حساب اللباس ما عنديش فين نخرج بصفة نهائية تضطر الولد كيقول لها بابا ما تعاودش تجي انت مورانا اللي غيشوف شوف قلب الرحمه يعني ديال هاد الاسره هادي انا معدل وكنخرج نسعى ورجليا كيولي واللور اخوتي المسلمين ما حيت ماشي ديالي ومعروف كاين شي اللي ما كيعرفنيش صافا لي هاد المكتب انا كنطلب قلوب الرحمه وخوتنا المسلمين يشوفوا من حال هاد الولاد ويشوفوا من حالي انا واحد بالكرا واحد بالما في الضو ما قادش عليه وكنشوف ولادي غادي يخرجوا متشردين وما بغيتوش يخرجوا دابا شوفوا فيا اللي كلشي لا انا كناشدكم الله يجازيكم بخير قلوب الرحمه ولا المسؤولين يشوفوا من حال هذا لما صافي يعني كيفاش تقدر تشوف ولادك كيموتوا بالجوع راه يمكن تغبر غير باش ما تشوفهمش ولاني كيعزوا عليا ولادي كنبغي نهاجر كيعزوا عليا الولاد ديالي ما كاينش المواعين الا انا الاخت ديالي راجلاني جلاني الزوج ديالها مباشره واش غادي ندير خرجت للشارع تقاسيت في الشارع بعيني تقاسيت هنا ما بقيتش ندير شتي 64 سنه غنخدم 65 سنه اربعه ديال الولاد فراتي نشتي هما اللي نتعب ولادي ولكن الا ما ديتهمش قلوب الرحمه كيعزوا عليهم الولاد وهادي وكيعاملوني باش كنخلص داك الكرا عندي 700 ريال ولا 800 ريال هادي في النهار خارجه خصني نحطها على حساب الكرا والما والضو دابا كنطلبكم تشوفوا فيا لوجه الله في اننا انا ارتكبت واحد الخطا مراهق وما يمكنش واش الدوله غادي يعني غادي تحقد عليا داك العقوبه السجنيه وقاسيت بزاف في السجن مرات درت كل شيء تضربت في الوجه ديالي من اللور في قلب السجن داروا لي العمليه شي كله داروا في قلب السجن كيفاش نتا بطاقه التعريف كانت عندك فيها العنوان ديال السجن البطاقه ديال التعريف ديالي هو السجن المركزي دابا كنطالبكم تشوفوا من حالي ها هي هذه المؤسسه كيتفلاو عليا ما غيعطيونيش وانتم اخوتي المسلمين انا كن يعني كنجدكم وشوفوا فيا بعين الرحمه شوفوا فيا بعين الرحمه لوجه الله انا كنطلبكم لوجه الله انا هادشي درتو غير على حساب ولادي خصني هاد اربعه ديال الولاد ما يضيعوش دابا خاينو غير معايا كبرت البنت دارت 17 البنت دارت 18
الابن دار 20 الولد دار 21 واش ما يكونوش منحارفين؟ يعني هذا الوطن شنو عطاهم؟ صافي غيخرجوا غيدمروا كي تدمرت انايا، انا راني قح ولد فاس قح، ولكن اللي كتب الله هو هذا. دابا شوفوا الله ابو محمد بان الوليدات ما كيقراوش، يلاه واحد يلاه ما عنديش باش نقريها، ما عنديش باش نقري هذيك هبه، ما عنديش باش نقريها. والولد كما كانوش جيران بحال دابا الحوايج اللي كيشيطوا على ولادهم يعطيهم ما غيمشيش للمدرسه. الساده ديالو شنو قالت له؟ قالت له بقات لي لابس الحوايج في هاد الايامات ديال البرد. ما قادش يقول لنا الاب ديالي كيسعى ولا هادي، ما يعني هي اعز عليه، ما قدرش هو يقول لنا كنمشي مع با وكنسعى ورا الحاله حاله الله وما عندناش. يكفي غير هذه المساله هذه. دابا شوفوا فيا بقلب الرحمه، راني تعذبت حياتي كلها معذبه انايا، وتعذبت وتعذبت في العلو وتعذبت جميع الحباسات مني كنت في 30 سنه، جميع الحباسات دوراني اليوم. غادي نتيني حتى الرشيديه، وما ادراك ما الرشيديه، العلو دوزت وما ادراك العلو. على بوغيان ديتو ما داير حتى شي حاجه، والو ما داير حتى شي حاجه، لصقوا لي تهمه دابز، مشاو داوني المحكمه عسكريه، وانا اصلا ماشي عسكري. يعني انا ماشي عسكري وداوني باش يحاكموني في محكمه عسكريه. علاش؟ شنو داير؟ كلمه اخيره بو محمد. كلمه اخيره كنناشد قلوب الرحمه والمحسنين اللي بغاو يشوفوا من هاد الدراري وينقدوهم غير من الشارع ديال السعايا، انا ما راضيش بهم يسعاو. الولد ديالي كلما قال لي قصحتني ونط ما بغيتش نسعى، شافني كنطلب الناس وجالسين على واحد الدرجه في الشارع وقال لي يا بابا، قلت له شنو؟ قال لي فوقاش نوليو لاباس علينا وما نسعاوش. ديك الساعه هزيت الشاكوز ديالي اللي كديه عطاني شي واحد خبيز قال حطو ونط ركبت ومشيت في حالتي وهوت، بقيت كنبكي قلت شنو واش فالطه مني انا؟ انا كنخلص الثمن وخلصت الثمن. دابا شوفوا فيا لي وجهي الله، قلوب الرحمه قلوب الرحمه كنطلب المحسنين، شوفوا فيا لي وجهي الله. بغيتو تنقدوا هاد الاسره نقدوها، والله يجازيكم بالخير، والله يجعلكم الحسنات. وها الحسنات فين كاين اللي بغى يدي بنادم الحسنه؟ ها الحسنات فين كاين؟ عتقوا غير هاد الاسره هادي، جزاكم الله خيرا. اذا الرساله واضحه مشاهدينا المتابعين في كل مكان، متابعي جريده صوت العداله، المساعدة كما كيهضر عليكم على الشاشة، الرقم الهاتف ديال السي محمد الساكوتي هو هذا اللي باين على الشاشة لتحت، اللي بغى يتعاون معاه. هذه رسالة للمسؤولين، رسالة للمؤسسة ديال خدمة الجلال، من أجل النظر في إعادة النظر في الإفتكارات، من أجل النظر في الملف ديالو، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه، من أجل إدماج با محمد والعودة للحياة مع الأبناء ديالو. إذا إلى هنا مشاهدينا متابعينا كنأتوا على نهاية هذا البث، على أمل لقاء بكم بث آخر. هذه التحيات صفحة الدولي العالمي. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا كنوجه رساله شكر لقناه صوت العداله، شكرا لكم، دائما كتواكبوا الاحداث وخصوصا هذه الحاله هذه اللي هي ماساويه وجد جد مؤثره. هذا ابن المنطقه، ابن الحي بو محمد الوقاد الساكوتي، يعني تواصل معايا قبل اربعه ايام الاخ يوسف على هذه الحاله هذه، وتلاقيت به البارح فعلا من تسمت له حالة، والله العظيم انا كتألم. هذه شهادة في حق هذا السيد، لأن حكى لنا وكيهضر من الأعماق ورانا تصاور، يعني دوز المدة السجنية ديال 30 سنة، وتعرض لبزاف ديال 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 المظالم، وتعرض لبزاف ديال ديال الخروقات، خصوصا لا 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 داخل وراء القضبان ولا في الشارع. ملي خرج يعني لقى للأسف لقى كما حكى لكم الوالدين ديالو توفى، ومشى عند الاخت ديالو الوحيده اللي كاينه، يعني قصه ماساويه. يعني هذه القصه هذه السيد راه بات في الزنقه، بات في في في, في الجريدات، بات في الشوارع، بات في الغار ديال التران اللي في بافتوح. يعني واحد الرساله مهمه هي الناس اللي كيساعدوا بزاف ديال، حنا كنشوفوا في اليوتيوب، كنشوفوا القنوات، يعني واحد 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 كنشوفوا الناس. هذه رساله للناس اللي كيساعدوا وكيساعدوا على نشر الفساد ودعم الفساد، فهالحالات خصكم تدعموا، ماشي الراقصات والمغنيات. مع احترامي للناس اللي كيؤديوا رسائل مهمه في الحياه، ما كنهضروش عليهم، حنا كنهضروا على شي حاجه اللي لا علاقه. يعني هاد الحالات اللي خصكم تشوفوا فيهم، هذه رساله كنناشدوا سيدنا انا كفاعل جمعوي في هذه الحاله هذه. يعني كنشوفوا بزاف الحالات، لكن هذه من اغرب الحالات اللي صادفت،
ديال بو محمد. يعني هو كيبات هو والوليدات كان كيسعى في الزنقه وما رضاش، كيقلب غير على 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 واحد العمل من اجل لقمه العيش الشريفه لهاد الوليدات، اربعه الوليدات. وهو راه يعني بغى هاد الوليدات هادو ما يوقع لهمش ويديروا الغلط اللي دار هو، هو ندم على الغلط. يعني ما بغاش عنده البنات، جوج بنيتات وجوج الوليدات، ما بغاش من يوصلوا لسن المراهقه. يعني راه خصوصا ان المجتمع ما كيرحمش، ودابا هما باقيين صغار وكي الدراري في المدرسه كيعايروا الاب ديالو حتى الوليده ديالو قالوا له ما تبقاش تجي عندنا للمدرسه، هاش كيقولوا راك غير حماق راك غير كذا الى اخره. وكيطالب دابا ببيت فين يجمع هو، يجمع هو وهاد الوليدات وشي عمل يكون شريف ويراعيو النظر. اذا كان شي عمل يكون ما عندوش علاقه عن حيت فايت مخدم حارس ليلي، ولكن للاسف نظرا انه تعرض لواحد الاصابه في العين ديالو يعني ولا صعيب انه يشوف، راه كيستعمل الدواء. يعني هذه رساله مره اخرى كنولي نوجهها للقلوب الرحيمه يعاونوا. انا كنطلق من الحي ديالنا اللي هو سرقناوي، يعني حنا كاملين هنا في هذا الحي اللي كيشوفوا هاد السيده، راه كيشوفوه يوميا، ولكن حتى شي واحد ما قرر ما فكر انه يجي ويقول له شنو عندك، شنو خاصك، حكي لنا شنو وقع. هذه كنتمنوا نديروا يدينا كاملين ونساعدوا هاد السيد هذا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.